صباح الخير مشاهدين قناة سمراء الفضائية، وياكم الشيف عمر البدراني من مطعم هبن مع الشيف بشار. طبختنا اليوم ما راح تكون طبخة، راح تكون سلطة بسيطة وحلوة وابتكارية بنفس الوقت. خليكم ويانا، راح نتحول المقادير مالتها. المقادير مثل ما موضحة بالصورة، روبيان هنا، روبيان متبل، فلفل أبيض وبابريكا وكمون وملح شوية فقط، مشوح على الجريل، مستوي من جهتين، كل جهة دقيقتين ونص فقط، ما خليته يستوي هواية أو زيادة. يعني طبعا الروبيان جدا هش وطري واستواء سريع جدا بنفس الوقت. عندي مكون ثاني اللي هو الخس، وعندي هنا الجرجير، عندي هنا الماشروم اللي هو الفطر، وعندي هنا حبات الرمان، وعندي هنا السوائل اللي هي الدبس الرمان وزيت الزيتون، هنا التوابل اللي هي الملح فقط. خليكم ويانا، راح ننتقل لطريقة العمل. طريقة العمل مثل ما موضحة بالصورة الآن. أول شغلة راح نستخدمها اللي هي الجرجير، وعندي هنا الخس كخضار أول شيء استخدمه. طبعا عندي هنا الفطر مو مشوح، فطر فريش نظيف مغسول على مرحلتين، بعدها مقطع وأيضا مغسول على مرحلة ثالثة، بعدها نقدر نستخدمه. عندي الخضار هنا حطيته، بعدها عندي الفطر هاي الكمية. طبعا حبات الرمان راح تكون آخر شيء، راح نحركهم شوي نخلطهم قبل ما نخلي أي توابل أو أي مكون ثاني. صارت عندي هسه ممزوجة، راح نستخدم التوابل اللي هي الملح ايضا راح اخلطها. طبعا هاي السلطه يحتاج لها هدوء، يعني مو انه اخلي كل المكونات وبعدها اسكب، بعدها راح نضيف بقيه المكونات اللي هي زيت الزيتون. بعدها دبس الرمان. طبعا دبس الرمان حطيته بكميه هوايه، لان جرجير يحب دبس الرمان، الروبيان يحب دبس الرمان والحموضة. يعني هرجع احرك بيها بهاي الطريقة، ما خليت لك شيء تشتغله. صارت مخلوطة بهذا الشكل كله. هسه شيف بشار راح يشرح لكم اضافة المكون الاخير والرئيسي اللي هو الروبيان وحب حب الرمان عفوا والسكب مالته. راح يتحول هسه طريقه السكب، بعدها يضيف الروبيان، بعدها يضيف حبات الرمان. راح نضيف الرمان وايضا نضيف عليه شويه دبس رمان. احنا ما حبينا نخلطه، يعني ودي نعطي شكل زاهي وحلو داخل السلطه. تعتمد الروبيان يعتمد على الكميه اللي انت تخليها داخل السلطه، اذا كانت كميه كبيره ممكن تخلطها ويا خضار تنطي لون وتنطي شكل للروبيان انه مضاف. وهذا حبات الرمان راح تكون بكميات بسيطه، يعني عندي دبس رمان. بعدها راح نخلي نضيف شوية دبس رمان، شوية بسيطة، لأن عندي أنا داخل السلطة عندي دبس رمان بهاي الكمية. دبس رمان فوق الروبيان، تقدر تخلي بس هيك. صارت عندنا سلطة الروبيان جاهزة بهذا الشكل. تحبون تضيفون عليها إضافات كلش طبيعي، بس أنا أفضل إنه أخليها هيك لايت مثل ما نقول، مكونات بسيطة متوفرة بأي بيت عراقي. ومثل ما تشوفون صارت عندنا سلطة الروبيان جاهزة وبهذا الشكل. انتظرونا بحلقات جديدة ووصفات جديدة سهلة وممتعة. معكم الشيف عمر بدراني مع الشيف بشار من مطعم هيفن. شكرا لكم.